قف والباء أوحي سقبا أو رادينية أركتذا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الربين الرياضة كأركو وعن ذي سوق بنايا سلي أما صلاة هذه هذا عجيبه وهذا إن شاء الله تعالى دادني يسته عمل كاك خالص لله سبحانه وتعالى عز وجل أتكدكته وأتكمتها من أولياء الله المؤمنين الصالحين الصادقين إن شاء الله تعالى وأركدونتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على هذا الموضوع وهذا وعلى هذا المقال العظيم الحمد لله ثم الحمد لله ونشكر ربي سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان إلى هيبان أقمهد إلينا نعمة إسلام كي إيمانك موضوع عاسي وضركتين وحرجع لها أون رتينا يا قف قلا وقف كستأون نقام إذاهي وجعل يا أركتي رسولك صلى الله عليه وسلم حضب أذيق مجعشهي ورمكاتهي مجعشهي حضيئي هاتهي ولا دتك لو جعل ويجران وأن مقالك أركين أذيق وضركتي دتك أشير قري إلهي هكا أبا المريد دتك أشير قري الله يان كوغداري مقالكاس دوكسو قارو وغير ran toban group ku share garay si aan markaas u gaarsiino dad farabadan ay maxabay kalgacayl farabadan dhaxdeena uga dhalato oo aan isjeclaano waxa ay aragtida rasuulka kaleey salaatu wasalaam wahyir maahan qofkii ilaahay doona ilaahay wuu tusinaya qofkii mutaysta u qalma ilaahay wuu tusinaya laakiin adiga ma mutaysantahay ma u qalanta ari akhri insha Allah ta'ala salligan insha Allah ta'ala waraqib maada sayahduth baad yaani fiir kadim ha dhacaya haddaad shir gareysay oo aad markaas hadalkeena maqashay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax walba oo jacayl Allah ku siiyo meeshii aad haye tiraado ama wariya aad dhaado ama haye aad dhaado inuu Ilaahay aqbal kaaga dhigo meeshii gacanta aad saarto Allah ku barakeeyo cimriga Allah ku barakeeyo awlaad Allah ku barakeeyo dadanaysan Allah ku siiyo maalka Allah ku barakeeyo Allah dadanaysan Allah ku siiyo insha Allah ta'ala afmaad taama gur wanaagsan baraare bashbash adduunyada dhamaantood Allah ku siiyo insha Allah ta'ala marka wareysa an ku sallin habibkana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله صد وذا ولا ليال إن شاء الله تعالى ولي إن هذا شير قرينين أي رجينا هذا شير قرينين ولا الله كقول دارينه شير قري أو طبعا جروب عملك شير قري وحكا ديو ميسو كأنت الله كبركي عمرك الله كقول داريو تدك نسيب كله وددك أغير إن شاء الله تعالى ددك كمين نقو صد وذا إن شاء الله متر مسلم حتى هذا عاسي هيو عاسي كوي سبحانه وتعالى إلا قفك سوحو حي سوقبا وآد أجعلي هاي أركتد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أركتد نو محمد صلى الله عليه وسلم رياض لغو أركي وشرف أنودك من أما أي سنجرين شرف ودك أنت شرف وقلنت أنا يجرين وحان الدليل واه أرين كاغا يا أمر كاغا يا عمل كاغا نو ناكسين يا هاي أركتد رسولك عليه السلام أركتد سن رسولك صلى الله عليه وسلم وكوا مركاسي مبشرات كي كمتها يقفك وكو بشارينا يا خير قلبك يسن وناك يا فرحاد يا خير كو أبو ريسا رسولك عليه السلام بي سبحانه وتعالى يا كرامة كيالي وكرامي كرامة أن كرامة كلا كوين أي نجرين وكرامة يعني أضامة كرامة إليهين مدى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أفضلها وقوة ناكسن تاسو كردقان إن شايدان وكعهاجي سي وسمعين واي إنو صورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإسكو إكيسيو شايدان وأبوذي واي إلا حيبان سبحانه وتعالى كغفلنا دي رسولك صلى الله عليه وسلم سيد أو شاقي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حديثك أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة رسولك حيري صلى الله عليه وسلم قفك الرياي وأركا سعادي بوي أركي الدونا لأن الشيطان لا يتمثل بي يعني شيدانك أو كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم شيدانك أودو مالها أنه أنيق إمتلا أصور الدي دقاته أسبابتا قفك كدقي سأينو رسولك صلى الله عليه وسلم ريكو أركو إنت بدن ومتوقف ويان قوة آد وقابن وآد ويرويان وحين آد وقلت أغنتهي وقفك دي لقهلو طاعد الله سبحانه وتعالى يا تعالك النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم مديق مركي قفك انت على جهله دتك اسيه وبدن دتك اركايا لكن عامه الناس دتك انت ودكله ام انت ودبدن انت بدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اود ام يلانيان اني اركان قفك اد بو جعلي هي قفك ريده كو اركايا ومد عاد وجعل اركتي الرسول صلى الله عليه وسلم وحو جعلي انه هلو يعني شفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام ومد كتاغن سنن الرسول عليه الصلاه والسلام قفك سيده كلا وحو بدينيا سلي النبي محمد عليه الصلاه والسلام سلام مركز توقفك بين آدمك أو تقوذي سيء لك عافسك سآد وبني هاي وألا حقي سآد وقدوي هاي انت بضن أحقف كتاغن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أركتذا أو كأركك رنو محمد صلى الله عليه وسلم أركتي أهان أم احتمال أهان ومد آد وبدن وآد لوسو فلنكرو آد لوسو دوينكرو يعني كما دقنا قفك دوسا
وسن ريكو أركين إنه سن قفك وناكسنين أما مؤمن ومسلم وسن أعين كما دكنا عوان كان نساس كما ترجمي يعني سيدو كلي قفك إنه آد الله قبقي آدي آد إلهي وقعسن وأضيعي يعني وهدنا رسولك أن أركين قف رسولك أركين وناكسن ما وناكسن مع كما دكنا لكن أسبابك لا يجرى أرينكو وحوية هاي وتوفيق إلهي سبحانه وتعالى الدوم هذه سددك مذا أسيني وربي سبحانه وتعالى وافجنا أركت ذا رسولك إن محمد صلى الله عليه وسلم بل سمرك نقطة ذكرك إيه وردك إيه أذكارت إيه سلق أن محمد صلى الله عليه وسلم وحكاً لقانت هاي أذكاري ذكري قفك مركز يلقيا بإن أسور قليسو ودويسو لغو شرفو أركت ذا رسولك إن صلى الله عليه وسلم تعالك رسولك أدعش هاي وامدك بدا أسبابه وقبضاً قفك أكينيسا إن رسولك أركو صلى الله عليه وسلم أركت ذا رسولك وفرحت أن لو بربردي كريم فرحات كاستو جرتا أركتذا رسولك صلى الله عليه وسلم وارتو يواناك وأن لو بربردي كريم رجا كاستو أدونك كجرتا لبيك وسعديك يا رسول الله قفك جعل رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أبو ذا وجعلي هاي إنو كبدشو وكو خرش كريو أبا كوهرو أركتذي سا جعلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم درتي سا يعني وضتك رسولك آد وجعل نفسدو ذا أي أوهريان رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك عليه الصلاة والسلام وحلقوري حديث وليا هاي ضدك وقبضنا عنيك إجعل آهدك إجعل من أشد الناس حبا لي وآه يعني أناس في آخري يعني ضد قداشة إذا إيمان دون أبوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام متكود وحو جعلانا يا وجعلي هاي إنو أنيقي أرك درتي ذا وحو كسي جعلي أولاد ديسة يعد ديسة فملكي صدنبو كجعلي إنو أرك أوكليا أنا جينا وأرك رسولكنا صلى الله عليه وسلم صدقت يا رسول الله نحبك والله من كل شيء وحول بوا كجعلناي أولاد فرير فمل وحول برسولك إلهي وأذيك أيا كجعلناي محايا لي وحاتاي متك أنك ضيناينا وبشارة رسولك أركتيس صلى الله عليه وسلم وفي الغنى تاجر نمائي وخير أو دن بشارة بيقتهاي يحسلوني نولاد وسلي سلي هذا عظيم كأوين كمذا وأنا وردي وردي هذا آتك وعجيب كقفكي أخريا وإن شاء الله تعالى وح بدن اسك بدلي دونه أركتي ذا ذي مرخاتي ذا وحاكوس أرورتي ذات بدن ومشايخة أي آت مركاسي مرخاتي وقرنا غذي تنفيذ كذا يسذا أي ودع يسوء إذن كإله وحيليهن وحا أن شرفتها أي قيمها كهلني وإله نقول كرامي سبحانه وتعالى وأركتي ذا رسول كنا صلى الله عليه وسلم أن ريدك واركينه حديث لقوري أبا هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك عليه الصلاة والسلام حلي قفكيتو كذا لو ركع هبينك الجمعة أخرين ركع كستا فاتحة الكتاب أم سورة الفاتحة إي آية الكرسي هالمر وكو أخريو إي سورة الإخلاص أم قل هو الله أحد أو أخرين إي شن إي التوان جير رسولك عليه الصلاة والسلام وحاود هاي من صلى ليلة الجمعة ركعتين ركع كستا إي يعني صلاة داسي وكو أخرنا فاتحة الكتاب يقرأ بها كل ركعة بفاتحة الكتاب يعني فاتحة كو أخرنا ركعة كستا آية الكرسينا هالمر وكو أخرنا قل هو الله أحد طوان إيا شنجر وكو أخرنا مركي صلاة كبحنا وسلام نقصده وحاو دهيا سيدتان اللهم صلي على محمد النبي الأمي كنجر أيو أخرنا أو دهيا فإنه يراني في المنام أو كما قال رسولنا الكريم رياذا أيو إيو أركيبو رسول كان عليه الصلاة والسلام سيدة مركة حديثك وتلمامي جمع ذاك لا ما إيمان يسوع إلا رسول كحري عليه الصلاة والسلام ويركايا قف كأنك أركانا رسول كحري صلى الله عليه وسلم جنة أيو ليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني والله في قف كاسي ذنبك سوري كيس ذنببا صلي كاسي يقاب كاس أنا ذي شكني سرت هذا آد بقوة انتهي أنا ميد عجيب الدبحانتي oo aad wax badan aad ka faa'iidi doontid gaar ahaan aragtida rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sirkeeda ama qaabkeedana waa labada sir rakacood ayatul kursi suratul ikhlas iyo salaada kadib oo aad ku salinaysid kunjer aad akhirnaysid saligaas aan idii sheegnay qofkii xiisa u qaba ee aad u danaynaya ee raba inuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam riyaku arko haqaato saligaas iyo dariiqadaasi haqaato حان نقضو هبين كجمع هذا قف مركاسي سووي سقاتي سووي سقبا هرددا كهر لبر ركعدو تهتو كذو إلهي درتي سنة أوتو كذو ركعد كواد وحو أخرنا يا فاتحة إي آية الكرسي هالمر قل هو الله أحد شن إيو التوانجير آية الكرسي هالمر إيو قل هو الله أحد وشن إيو التوانجير
ركعاد اللباد إسلا سيدي فاتحة سورة مركاسي آية الكرسي هالمر فاتحة قل هو الله أحد سورة الإخلاص وشني التونجيرة مركو سلامنا صدك الدب وحكوصة لنا ينو محمد صلى الله عليه وسلم طريقة إيقاب كان اللهم صل على محمد النبي الأمي كنجر أيو أخرنية إذن كإلهي سبحانه وتعالى أن إذن كإناهين قف كاسيوح النصيب ويالن هيا أركتيد رسول كينا كريم كمحمد صلى الله عليه وسلم ري أيو نكو أركيا سيدة رسول كينا صلى الله عليه وسلم نوشيغي وهو أصدق القائلين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قف كي كشك يا حديث كان سحن مديسة أيما مينو صحيحي هاي لكن أغادو كتبه دا مصححين تا انتو دبادن حديث كان والغه لأيا ووكيا لا حدي أي علماء قار أي ضعيفين وحن نتيجة دا حوجين ايا وآد مركاسي ميلسر أغارسين ايا نتيجة دا كصوبة حدي داد بادن وسمهي ورسولك عليه الصلاة والسلام الله كشر في أركتي ديس سلقاسي أي كسر ليا رسولك صلى الله عليه وسلم يعمل كودا صوبة نيدو دو ناكسن إيمان كودا سرية درتين داد بادن وإي بكتو سي سبحان الله أركتي دانو ميجيسا محمد صلى الله عليه وسلم مدو البقو جعل وآد أرب رسولك أركتيسا صلى الله عليه وسلم صليقا سمي هبين ندا جمع ذا أما هبين ندا جمعوين كأ سمي صليقا سي صلى الله عليه وسلم هديد رسولك عليه الصلاة والسلام جعشاي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هديو إيمان ونأكسني قلبي نذيفة كو قري ونصيب الله ذا هاي وذلك الدونتا إن شاء الله إذنك إلهي سبحانه وتعالى إلهي وكوكو شرفي دونا نصيبنا أويا لن دونتا أركتيد النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم وصل على محمد كما أمرت يا رب الصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وغفل عن ذكرك الغافلون عدد ما فوق السماء وعدد ما فوق الأرض ويوم عرض الله دائمة بملوك الله ويوم عرض على الله دائمة بدوام ملك الله عز وجل والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم طيبين ودمتم في حفظ الله ورعايتي انت ديال سوغارتي جنة الفردوس الله كوابا المريه